الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، ارحب بكم وبحضراتكم من جديد وانطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط 13 للقعدان اللقاية المهجنات. على بركة الله أعلنت الانطلاقة، بدأ هذا التحدي وهذا الانطلاق الكبير، مرحبين بكل الشعارات وبكل الأسماء مباشرة مع المركز الأول ليتابع الصدارة، ليتابع متوكل من يحتل المركز الأول في هذه اللحظات. أحمد بن محمد بن هاشل الشامسي يقدم لنا شعار يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني الحضور والوصول. أتابع في هذه اللحظات من ينطلق ومن يندفع بهذا الانطلاق الكبير. متوج سيف بن أحمد بالخزع العامري يقدم لنا متوج مع المركز الثاني في طريقه إلى المركز الأول، بينما المركز الثالث أتابع انطلاقة سراب جابر بن سهيل بن خميس الشامسي مقدما لنا شعار المركز الرابع. أتابع الحضور من طايب عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة هو القادم في هذه اللحظات، يقدم لنا طايب المركز الخامس. الحضور من المستشار مبارك بن محمد بن حمد المري قادم بكل قوة مقدما لنا شعاره، بينما المركز السادس الحضور والوصول. أتابع سراب سالم بن علي بن حمد بن خليفة المحاربي. انتقل إلى المركز السابع لأتابع انطلاقة وتقدم في هذه اللحظات القادم الصداوي أمهن ذيب أحمد بن مبارك بن نايع المنصوري. والمركز الثامن أرى الشعارات القادمة، حضر في هذه اللحظات الرصاصي محمد بن سيف بن حمد بن سالم الدرعي هو القادم، بينما القادم مع المركز التاسع المتسلل في هذه اللحظات عرجان وسالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. انتقل إلى المركز العاشر في هذه اللحظات لأتابع هذا الشعار، لأتابع الشامي محمد بن شامس بن عتيق العامري. هكذا هي النتيجة للعشرة العمالقة الكبار الكبار. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، متوج مع الصدارة يبحث عن التتويج، يبحث عن الناموس. سيف بن أحمد بالخزع العامري يقدم لنا شعاره يحتل الصدارة، ولكن القادم بكل قوة عرجان سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي هو القادم بكل قوة. بدأت المعركة، بدأ التحدي ما بين الكبار، والمري قادم مع المركز الثالث يقدم لنا شعار المستشار مبارك بن محمد بن حمد المري، وأيضا طايب عتيق بن سيف بن عبيد بالكديدة هو الحاضر مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع انطلاقة وتقدم الشامي محمد بن شامس بن عتيق العامري. الله يا هذه المعركة، الله يا هذا الصراع ما بين الكبار ما بين العمالقة. ياهو تحدي يا أهل القعدان، 1200
1200 ما تفصل عن الناموس، وما زال في هذه اللحظات عرجان سالم بن ثعلب بن سالم الدرعي والقادم طايب، ما بين طايب ما بين عرجان، الفوز يحتار يحتار، من يختار من بين هذه الأسماء من بين هذه الشعارات الخطيرة؟ ولكن عرجان عرجان ما زال هو قائد القعدان. اللقاء الله 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 على هذا التحدي وعلى هذا الصراع، وأيضا القادم الشامي هو القادم في هذه اللحظات، أسماء خطيرة والمري قادم، ولكن طايب طايب وعرجان، والشامي الشامي وطايب وعرجان، الفوز وين؟ ولكن عرجان وطايب، طايب يا بالكديدة، طايب يا بالكديدة وعرجان يا بابا 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 بابا. يا هذه المعركة ما بين طايب ما بين عرجان، ولكن بالكديدة بالكديدة، لا والله إلا كدهم كدة بالكديدة في هذا الانطلاق مع طايب. طايب الإنجازات، طايب البطولات، طايب السجلات، الله يا بالكديدة، الله الله يا بالكديدة، غادر مع طايب، طايب والفوز طايب، عتيق بن سيف بن عبيد بالكديدة تانينا، والناموس المركز الثاني عرجان، سالم بن ثعلب بن سالم الدرعي المركز الثالث، وصل الشامي مع المركز الثالث. متابعينا الكرام، بشعار محمد بن شامس بن عتيق العامري، والمركز الرابع كان مع المركز الرابع المستشار مبارك بن محمد بن حمد المري، والمركز الخامس كان مع المركز الخامس الواعي سعيد بن ناصر بن مبارك الخميسي. التوقيت الزمني رحلة وصول طايب، معلن الفوز وانتصار عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة، تهانينا لو الناموس. التوقيت الزمني 7:26 تسعة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما اللي احتل المركز الثاني كان عرجان، متابعنا الكرام، سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي، وتوقيته الزمني 7:27 ستة أجزاء من الثانية، والمركز الثالث كان الشامي مع المركز الثالث محمد بن شامس بن عتيق العامري 7:00. سبع دقائق 28 ثانية، جزء وحيد من الثانية، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم.